صح شبابكم الجزء الثاني من الميسيون سبيسيال رمضان يحضر فيه السحار بيدو خويا نار مختار السحار مرحبا يا خويا صح شبابك خويا الحمد لله على سلامتك شنو هي الفصلات تكون والله تعرف ريتك تفاجئت انا اش فما لاباس الليله اللي خرجت فيها عملت فيها اكسيدون خرجت ليله واحده رمضان لا نهار 10 يوم في رمضان خرجت ليله واحده عملت اكسيدون ان شاء الله باللطف الحمد لله شنو هي كهرباء ولا كات فوكات مشات لطف دوتو لو عملت المهم تهنينا الساعه صح نحب نحب هنا سامحني جماعه ليونجونس نتاع سبيطار موجيسليم بارك الله فيهم وربي يفضلهم وربي يخليهم وان شاء الله سبيطاراتنا الكل كيما هكاك ان شاء الله امين يا ربي حتى حمايه المدنيه يظهر لي وجماعه الامن زاد اون دو مينوت دقيقتين اون دو مينوت كانوا بحذايا ولو حتىك صارت الحكايه معناتها لطف مني معناتها صار لها زاد حادث واصدقائنا في البرود زاد صديقتنا صارت لها حادث معناتها كيلها دقيقتين من زمان ثلاث دقائق ماكس وطون في الليل مخر معناتها كانوا موجودين وخدموا خدمه لف لف معناتها ما بطاوش برشا دونك تحيه تصفيقه كبيره برشا لهم الكل برافو يعطيهم الصحه مختار السحار الويكاند هذايا اليوم الاثنين خويا الويكاند هذايا كان عندنا موعد مع اخر مقابله وديه للمنتخب الوطني التونسي اي نعم وقلنا خويا قبل ما يبدا المونديال لازم مختار السحار يعطينا كيفاش ظهر له ليكيب ناسيونال الله يبقى عليها ست ساعات امين يا ربي امين وبوقيبه كان يقول انا ما نخافش من البحرينيه نخاف من الداخلي جماعه الداخل اي نعم احنا نقولوا ربي يبقى عليها ست من النباره اللي الداخل صار فما نباره الداخل نباره البارح ينبروا يوم البارح ينبروا بلاش كيما هذاك هما ينبروا خويا واحد بلاش مع اسبانيا مش ماهمش قابلين سي الخاوي ماهمش قابلين سي ما 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 معز حسن ماهمش قابلين سي براون ماهمش قابلين سي الاخر اكسيال ماهمش قابلينهم يحبوا المحاباه والصحبه ولد بلادي ولد جمعيتي ويحب اللي يلعب دو فوا 20 مينوت في 6 شهور يلعب قبل الخاوي شو هذا برغم اني شو هذا شو هذا يحبوا يلعبوا الناس 6 شهور ما يلعبوش خاطر اسمه فلان وخاطر عمل هو تحذيرات واللي يلعبوا تو 5 ماتش اميكو تاع ليك ناسيونال يلعبوا هذوك ما يلعبوش هذوك اللي خاطر ما عندهمش جمهور وراهم ما ينجموش يتكلموا في لعبه اسبيرانس ولا لعبه الكلوب ولا لعبه التوال ما ينجموش يتكلموا ما ينجموش ينبهوا عليهم اما هذوكم بلاش مالي جاي من فرنسا جاي من دارفين حتى حد مش دافع عليهم ولا باش يكتب له فيسبوك ولا باش يكتب له شنو دونك توا مش وقت قلنا لهم يا ناس خليهم ولادك تكون جمعيه باهيه الامور باهيه تحسنت ياسر تحسنت فورماسيون باهيه المدرب قاعد يخدم الناس كلها قاعد تخدم خليهم يكملوا من بعد يا سيدي نعطيهم العصاكه ما مشاوش خليهم مش يلعبوا ساعه ويكملوا انا شفت الانطباعات بتاع الصحافه الاسبانيه شيء كبير ياسر ديزيلوج افكتيفمون دايرين على الجمعيه حتى قبل الطرح مدرب المنتخب الاسباني قال اخترت انا حبيت نلعب على المنتخب التونسي قال منتخب ايطالي افريقيا صحيح قال منتخب الايطالي نتاع افريقيا والمنتخب اللي عنده مده انفنسيبل ما يخسرش اكثر من عام ما خسر حتى مباراه انا اخترت اني نستنفع من ماتش اميكال مع المنتخب التونسي زي مدرب اسباني شو زادوا معنا درجه لانه فتقناهم من بعضهم هاي اللغه نتاع تونس ريتها شوف القهوه هيك زدنا درجه نعطيهم اربعه والله ما شتي هما فرحانين اسبانيا خرجوا ودي الدنيا مقلوبه سليتي وفنجاني وسليتي تواز اوكازيون على بعضهم الثلاثه تاع تواز معناهم مش اسباني شو وراموس معناتها هذاك ملاعب يا راموس راموس زازا 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 هذاك ريال مدريد بيكي هذاك هدف سمعني هذاك بيكي هذاك ديفونسور عندي سؤال شاكيرا ليه امور عندي عندي سؤال تفضل تو انت خدمت برشا في الكوره وخرجت برشا تو يعقل معناها جمعيه فيها 24 ملاعبي لا عايش ولدي خلي عايش استغفر خلي نتكلم لا نتكلم على الكوره راني نولي مجنون على الكوره اللي ما نفهم فيها شيء يمشي 37 مرافق في الوفد تاع شكون؟ تاع تونس تاع تونس اسبانيا 94 مرافق مشاو اضرب بابا عندك 94 مرافق اضرب بابا أنا في بالي ألمانيا عندهم سبعة بركة لا عندهم 70 ألمانيا سبعة مرافقين لا شو جايز نحن كي نحبوا نمشوا نمشوا بالكثرة احنا الكثرة تغلب ما 37 بركة بركة لا لا احنا كان مشاو برشا يا ويح كان ما مشاوش يا ويحين كان يقعدوا في الدار يا ويح هذوما تنبيرات احنا ماشي عارفين شنو نحبوا كي نهار نتفاهموا شنو نحبوا
نحبوا هاليك بادي نتلاو بها ونعمرنا مجلس في الشغل وقت عملنا دوزة جوار قالوا كيفاش وقت عملنا ما تهمنيش على البلاد وين نحب نتلاو هي البلاد سايبة هي مازالت البلاد هي مازالت البلاد انا صراحة متفائل الخير من ريتك الطيارة بخوا عليها الماء خويا قبل ما نمشيو فهمتني ولا الطيارة تعمل 66 كيف على ماي وجونا باهي وتبارك الله لبسنا لبسة مزيانة كشاشية خويا محلاها وخاص دين ربي ماشيين وانا متأكد يا مختار انت في بالك الطفلة مريم أخصائية في كرة القدم ولا والله العظيم اللي راه معناتها يقول لك ليه الطفله ما هوش تفهم سبيسياليتي اور جو بيان سا شكون مثلا الملاعبين اللي لقيتهم كوروا بالكدا في المباريات الوديه في الطرحه الاخرانيه فيرجيني سيسي و بلا فيغيتي برشا لعبوا ما حبش نسمي اسامي ما حبش نسمي طارق عليه طارق على كده قولي عليه قول يا ربي هات الكاميرا هات احكي على فرجاني خلينا ندعي عليهم عليه شوف شو يجي نقول لك هي شاف ذكاكة هي شاف ذكاكة لا 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 مش بالحق شو يجي نقول لك حاجة ما نحبش نسمي وديما نقول لك اللي تحكي عليه بلا هاني بلا هاني راه شوف فما جويريت يلعبوا مليح فما جويريت ما لعبوش مليحة ات ذا اند اوف ذا داي ما تحاسبهمش على ماتش واحد حاسبهم من الاخر فرجاني يا غالي تعجبني كوب دي موند 2022 دخلني خير باش نلعب في بلاصتك فرجاني سيسي والله يحفظك انا غني الخميس هو هو احنا قوتنا التوانسة احنا مانيش برنامج رياضي احنا بعد على سبور اخويا عباره على توانسه قاعدين مع بعض امي عزيزه تعطي عندها الحق تعطي رايها وليتي ساحت كما تفهمش في الكوره تعطي رايها امي عزيزه شنو رايك في روجينو مير؟ لكن نعطي رايي على جواري ولا سيء خلي تبدا امي عزيزه شنو رايك في روجينو مير بالحق؟ تو كوب دي موند هاي جايه شنو رايك؟ فيش نبيل معلول قال لهم الدور المرور الى الدور الثاني ليس انجاز اليوم انا نحب نتعدى للدور الربع النهائي وهذا قالها الملاعبيه في الفيستير عنده حق شوف الماتش بتاع البارح لحظه انا جاي خلينا نشوف نعمل دور امي عزيزه انت هل تطالب من هذا المنبر ان نهزوا مره الكوب دي موند على الاقل ان شاء الله ان شاء الله قادرين نهزوا كوب دي موند تونس قادره ولا يوم يا عزيز يظهر لي صعيب شوي صعيب شوي صعيب شوي يا اخويا نتيحوا فينال مع البرازيل امي عزيزه فينال مع البرازيل تصوروا طرح كاسح ولا كاسح كاسح دومي فينال مع ايطاليا نربحوه بابا ايطاليا زاد ايطاليا مش مترشحه دونك نربحوا تعادل من عام العوام هي هز الكوب دي مون مع عبو العوام هز كوب دي مون ايطاليا باش عوام فينال تونس ومستردام نتصور انا دونك انت شنو تصورنا نعملوا في كوب دي مون ان شاء الله نتعديوا حتى الدوره الثانيه معناتها هذه الاولى دوزيام تور دوزيام تور باه ليتيسيا بون ديجا لامبورتون سي بارتيسيبي لا 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 خليها عندك هذا لا ما نقبلهاش المهم المشاركة ما عادش كي نشاركوا والله المشاركة شرفنا لا لا ايطاليا مش تونسية احنا اقل من كوب دي موند ما نرضاو بحد شيء على المصروف اللي عملناه يا حكيم والله حسب الماتش اللي شفته البارح والليكيب كيفاش التشكيله اللي هبط بها والخدمه والمجهود تاع مينيموم تروزيام بلاس دومي فينال ميسيلش المهم يتعداو يفرحونا المهم يفرحونا انا قاعد ناس دوزيام تو نلعبوا مع كيب ضعيفه شويه فينال كارد فينال مانيش ناقصين حتى شيء راهو كي تشوف والله العظيم اي بعلو شيء فينال تونس والمانيا اخويا الغالي انا اقول قالها لعبدكم الفقير لهنا مخ عطاني 2000 قبيلك قال لي قول لك فينال تونس والمانيا وشكون باش يربح؟ كلوزو 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 باش يربح ما يلعبش يقول لي ما عادش يا رب ما يطلوش بالله علق صبات جمله 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 لا انت مخك في الكلوزري هذاك تاع بعد رمضان معلش وي 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 مخي صفق تعرفها مخ صح يا ما تعدي ساعات تعد هكا يا زوكسي هكا بلاصه المخ يا عربي انا على حسب اللي شفت اللعب نتاع الاولاد تفكرني في الكاميرون اللي وصلت الدومي فينال الكاميرون وصلت هكا الدومي فينال ولا في ايطاليا في ايطاليا وفاز ولعبت بالكدا وفزت كانت تنجم تمشي اكثر روجي ميلا وقتها دوك دوت الجمعيه الجمعيه اللي هذيا الاولاد هذوما مستعدين انا جايك مخ انت في الاخر اي ماني ماني الاولاد هذوما مستعدين يمشيو ابعد ابعد مدى ابعد ما ينجم أي مريم ليه انا ما نجاوبش بس عشان ثانية باش تحكي لي على الطرح الاولاني مريم هي شطر انجليزية شطر تونسية شكون باش تشجع الطرح الاولاني هاي الغالي هاي شو الجمهور هاي المينا هذايا ديريكت شكون يحب يربح ولا شكون باش يربح شكون يحب ويربح انت شكون تحب يربح ليه انا قلبي مع تونس نهارتها قدام التلفزة لحظة مريم نهارتها قدام التلفزة باش تبدا لابسة انا مريول وانت تتفرج في الطرح
امي باش تبدا لابسه ماريول لانجلتيري وانا باش نبدا لابسه ماريول تونس ونشوف ومانت. ليه مانيش نلبس ماريول تونس لكي تخسر تردوني انا العتبه. شجع لانجلتيري صحيح البس ماريول لانجلتيري من بعد كي تربح لانجلتيري وشجع جواريت لانجلتيري. اعطيني ليست تاع جواريت تاع لانجلتيري اللي تحب غدوه نجيب لك مراولهم البسهم الكل 90 دقيقه كل 10 دقائق مريول براسمي وعاش ضحكني الحكايه. مريول من فضلك من فضلك. ليه ليه خد سادو فيغ هيجي. لا لا من فضلك من فضلك. نلبس ماريول اللي نحب عليه تونس ان شاء الله تربح معناتها يزون كافيغ دي زيفور وين لا فيغيتي مع تونس قبل كان تونس خرجت اوبليجي باش نشجع لانجلتير باش نشجع شكون سما سي لوجيك معناتها الدم معناها مع تونس تروح له لحمي ودمي. ايا مخ نبداو برونوستيك اللي بالفايده تروح لولاني تونس لانجلتير حسب رايك. انا شفت لانجلتير في دو ماتش اللي لعبته تخوف كم ضد نيجيريا وضد الكوستاريكا دو ماتش شفتها توجع شفت تونس دو ماتش دو ماتش انا 55% لينا احنا و 45% لهم هم. الله 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 سي لا لا ماني ما هو هو تو محل الفني انت محل الفني جو سوي مش متاكد فوق المتاكد ومقتنع. قداش سكور حسب رايك؟ لا حيد واحد بلاش شكون شي ماركي بعد حسب رايك شكون شي ماركي خزري خزري بعلوش حسب رايك العاده حسب رايي انا شكون شي ماركي بونتو صابر خليف صابر خليف مش شراب حسب خليف مش شراب كلام خزري بلعب صابر خليف ولا واحد ما كان الخزري مان تروح الثاني كونتر بلجيكا رابحين واحد بلاش بلجيكا رابحه بنما تروح الاولاني ثلاثة نقاط ثلاثة نقاط تونس بلجيكا 0-0 بنما ولا برا بالحق برا 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 حتى نقتلوا الفينال الجو الجو بتاعنا نلعبوا على النيل نول اي شو بشوفها حسب رايك قداش شوفها الطرح شو شيء شيء احنا ما صفر صفر ما عادش يهمنا كيما البارح واحد واحد بلجيكا شكون بشي ماركي يوم يا عزيزه تروح بلجيكا حسب رايك رجيل عمر تونس ماركي تونس ماركي يوم يوفي ورابحين 0-0 تونس معناتها عندنا اربع نقاط تو لمينا اربع نقاط يا جماعه تعدينا لونجلتير ربحت بنما دونك اربعه اربعه ثلاثه صفر بعد تروح الاخريني مع بنما بعد يحطوا هما راس على راس البلجيك والانجليز مع بعضهم ما نجموش نحطوا راس على راس خاطر واحد فيهم باش يترشح لا هما زوج لا زوج لا لحظه سامحوني امان قلت لكم اربع نقاط تونس شد الحساب راه الحساب ما يلعبني حد نعم. اربع نقاط تونس اربع نقاط بلجيكا ثلاثه نقاط لونجلتير صفر يعملوا نيلو الزوز واحده فيهم تروح اللي هي لونجلتير دونك شلعبوا الزوز بجي واحده منهم يلزمها تربح ما انت روحت بالانجليز تو لا تنجم كان تربح بلجيكا ترشح هي هكا ولا مخ اي اكيد اي دونك احنا نربحوا بنما لوجيكمون ما فيش كلام سي نورمال بنما خبزه نتاع الزيز مش دوله لا لا بعد يزيد ارفعوا بيه قضيه نورمال ارفعوا بنما تونس كل رافعه بيكم ما فلوسكم غاديه تروح اللي يهم وقتها وسبع نقاط تونس شكون ترشح بلجيكا ولا لانجلتير؟ بلجيكا 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 دونك تعادلوا دوزيام تور احنا وبلجيكا احنا وبلجيكا وكان يتحقق هذا يا مخ اي نعمل لك قبه خضراء في لون الكرافات نتاعك في لون بابيون هذا في لون السوريه نتاعي وفي لون السوريه نتاعك كان عندك ميساج مخ تحب تقوله في نهار كيما اليوم الناس كلها حاضره ومحضره مع المنتخب التونسي شنو تقول لهم الكاميرا قدامك شنو توصل لاولاد معلول؟ لاولاد معلول نقول لهم فو كوا اون موان لازم نأمنوا بمقدرة نتاعنا كيما البارح لعبنا بندية كبيرة مع اسبانيول نلعبوا بندية بثقة في النفس بكونسونتراسيون ماكسيمال حتى الاخر البارح يا يو ان بتي فلوتمون على خاطر بون يا يو بوكو شونجمون البارح المخ وقت البارح وقت البارح يا يو ان بتي شونجمون لي شونجمون هما اللي بوتيت خلاو الاولاد سي دي كونسونت ان تو بتي بو باش جاي البونت مي نهار الانجليز يفو دو لا كونسونتراسيون توتال دم بارد اي جوي كيما لعبنا ضد اسبانيول توبو ميم توبو اما ما نضيعوش فرص اللي جينا ما نضيعوش فرص وحايده بركه حايده خويز ميساج للملاعبي والله نحكي سيريو اقسم بالله تو اختصر اخبار فيت في بجاه ربي نهار تبارتي لانجلتير معناها من الليل وانت قايم الصباح حتى حد ما يحل تليفونه ولا يشوف كومنتير ولا يشوف تنبيره ولا برنامج ولا اي حكايه يمشي كورتو حتى حد لا يهبط ستوري لا يصور روحه ما يعمل ما يمسوش تليفون جمله يرقد على لونجلتير هذا يا سيدي نعطيك معلومه هذوما التليفونات يتنحاو من الليل ما عادش يقعدوا عند حتى ملاعبين زعما المخ اي سير سير بعد شنو زعما سير ما فيش فدليك هذا كوب ديمون مش لعب دونك يا سيدي نوصلوا لهم تصفيقه احنا الجواريت ونبيل معلول وجماعه كل سلموا عليهم مربوحة للمنتخب الوطني التونسي به اليوم باش نحكيو على حاجة جديدة في تونس اسمها بي ام اي شكون يعرفها؟ بي ام اي شكون سمع بها؟ بي ام اي
باي مي يس انا ما عرفش كان لو كان تصير لك كاكيمه من النوع هذايا دونك جيت تخلص تاكسي ما تلقاش صرف خويا تغادش باش تعمل شنو تنجم تعمل ولا باش تمشي تخلص الماء ولا الضوء تلقى صف من هنا لاخر الدنيا وانت مزروب باش تخدم على روحك صحيح شنو تنجم تعمل نقول نعطيكم الحل ما تقول حتى شيء خويا بعلوش اللي باش يقول هو سي مروان عمام والفونداتور يتفضل بحضنا مرحبا مرحبا مروان مرحبا يا مروان مرحبا يا سيدي باه مرحبا انا قلت نعطيهم الحب شي غنينا غنيه ايوا 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 الو 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 مروان كان تصير انه معناتها اشكال من نوع هذا شنو نجمو نعمل بيمي شنو يقترح علينا باش نزيدك كاخر اللي هو نجمو نجمو ننساو فلوس كومبليتمون في الدار ولا في نجم معناش فلوس كيما حكيم مثلا وي نعطيو ابليكاسيون راه عادي اليوم نجمو ننساو فلوس اما فما حاجه الناس الكل ما تنساهاش اللي هي التليفون وي دونك علاش ما حطوش الفلوس في التليفون هوني نحكيو على ابليكاسيون بيمي اللي هي على الاندرويد وبينتو باش تخرج على اي او اس واللي هي تنجم تشارجي فيها فلوس وتولي تخلص بها تاكسي ريستوران ولا اي بوتيك عنده الابليكاسيون بيمي لازم تكون الابليكاسيون زاده موجوده عند الطرف الاله عند الكوميرسون في نفس الوقت نجم زاده تبعث بها لاي واحد في تونس معناها من اصحابك ولا ترومبورسيه ولا اي حاجه لي كوميرسون دونك كيف تنستاليوها زاده توليو تقبلوا الفلوس اسهل بالبيمي فما سؤالين تنجموا الناس كل تسالون انا الساعه باش نسالك حاجه لازم العباد متاكد يسالوها في مخاخهم تو اللي قاعدين في الدار اللي هي سمعني كي تبعث لي انت فلوس على تليفوني ولا وين تمشي الفلوس هذيك؟ كيفاش تمشي؟ كيفاش تجيني لي انا من بعد ما فهمتش؟ تجي على التليفون وين تمشي؟ وين القاها؟ عنده كونت هذاك في السؤال الثاني اللي باش نجاوب عليه ما يسالش بدي بالسؤال الثاني نبداو بالسؤال الثاني باش تجبد فلوسك اون فيت هي عباره على كونت نتاع فلوس على التليفون فيرتوال من بعد تحب تجبد فلوسك من الابليكاسيون ديريكتومون تحط نيميرو دو كونت بانكير ولا بوستال نتاعك وتعمل دوموند دو فيرمون يوصلوا لك فلوسك ديريكت اون 48 ساعه عاودي مرة أخرى خنحاول نستوعب. باهي عندك سولد في الابليكاسيون بيمي. باهي جاتني بعث لي مثلا أنت بعث لي 500 دينار نسالهم لك. هاي. باهي وصلوني على تليفوني. هاي. تنجم سواء تستعملهم تخلص بهم أنت. تنجم تخلص بهم حاجات أخرين في الابليكاسيون خليهم غادي ما نقلبهمش فلوس في الكونت نتاعي. فنقيس ريت من عنده حاجة نخلص 50 100 تقعد فيرتوال تنجم تقعد وإلا كان حاجتي بهم فلوس شنو نعمل؟ كان حاجتي بهم فلوس تحط نيميرو دو كونت بانكير نتاعك ولا كونت بوستال. تعمل دوموند دو فيرمون يوصلوا لك ديريكت نجم تجبدهم فلوس نعملهم فيرمون تجبدهم فلوس في الكارت نجبدهم انا تور ونعرفهم من الكونت نتاعي تور بالضبط السؤال الاولاني اللي فاتني شنو هو؟ هو كيفاش باش تشارجي تاليمونتي الكونت بيمي نتاعك بيسكو هو فيرتوال فما دي بورن دو ريشارج رن بي اللي هما يشبهوا لي ديستريبيوتور جوست تحط فيهم فلوس فلوس تخرج لك كارت ما تجبد تحط فيهم فلوس وتختار بيمي تشارج الكونت نتاعك ديريكت معناتها الروشارج قد 100 ب 100 ل 50 ب 50 ولا كيفاه؟ الروشارج جوستومون ناخذوا كان 2.5% على الروشارج مثلا 100 دينار تولي 102 دينار و500 لا العكس عاد لا عاد كي تصب انت 100 دينار يوصلوا لك 97 و500 97 دينار و500 علاش اخترنا هكا باش لي ترانزاكسيون الكل يكونوا غراتويت معناها كي تجي باش تخلص ولا تبعث ما تقعدش تخمم قداش باش تخلص عليها كوميسيون على نخلص الستيك كيفاش نعمل وعندي الفلوس فيها الستيك عندها الابليكاسيون بيمي مازال دونك من لي نيغوسياسيون اللي نعملوا فيهم هما مع ستيك وسونيت وانسي دو سويت هي توا بدات مع شكون قاعدين نعملوا نيغوسياسيون مع جوميا اليوم عز الناس ولاية جوميا حبابنا هذوما ومع بلوزيغ اوتر كوميرسون معناها بيه. علاش على خاطر فيها بارتي ثانيه هاي تو المواقع نتاع التجاره الالكترونيه الاي كوميرس كثروا لكن اكثر حاجه فيها مشكله هي البيمون على ليفريزون اللي طول الوقت باش الفلوس يوصلوا من اللي شرى للي باع ولا باللي كارت بانكير اللي مش برشا ناس تخلص بهم دونك بيمي فيها باسخيل دو بيمون اون ليني كيما باي بال تزيد تنتجريها في السيت نتاعك اللي باش يشري يختار بيمي يخرج على سيرفور سيكوريزي باش يكونكتي على الكونت نتاعو بيمي يفاليدي المونتان
ويرجع ديريكتومون للسيت بوتيك اللي افيك الكوموند بايي. يا سيدي نتمناو اي بيان سور سامعني لي ترانزاكسيون كلهم سيكوريزي. السؤال معناتها يدل على البلونده معناتها لا خاطر با سافو بيان سور سيكوريزي سؤال وجيه سامحني مالا سؤال وجيه يقلب الفيديو سامحني سؤالك وجيه جدا صحيت مريم الحق يبوف بيغاتي على خاطر الكونت نتاعك سيكوريزي بكود ما تعرفو كاين انت وإذا كان ضاع لك تليفونك وإلا تسرق ولا. فلوسك مضمونين تعاود تكونكتي من تليفون جديد تلقاهم كاملين دونك تلقاك معناتها جست على الكونت الفلوس تلقاهم في الكونت نتاعك فوالا الباس مهما كان نوع التليفون الكونت ما يتحل كان دونك مادام حكيت على الابليكاسيون تمشيو تيليشارجيو الابليكاسيون باي مي على تليفونكم وغاديك اوتوماتيكمون تدخلوا في التيراج وسور اللي نجم يربحكم كارتة بقيمة 100 دينار تلقاوها باي مي وإعلان على اسم الفائز باش يكون على الباج فيسبوك باي مي نهار العيد دونك حظ موفق للجميع وبيمي تتمنى لكم إن شاء الله عيد مبارك للجميع. جست حاجة صغيرة للي عندهم لي كوميرس إذا يحبوا ينتقريوها تنجموا تكونتاكتيونا ديريكت كونتاكت at paymi.in ولا على الباج paymi والانتقراسيون سهلة برشا. عودنا مرة أخرى الباج paymi الباج paymi.in ولا paymi والميل كونتاكت at paymi.in كونتاكت ات paymi.in مروان يعطيك الصحة خويا بارك الله فيك ان شاء الله التوفيق رجعنا كل شيء يعطيك الصحة مروان بارك الله فيك مروان اليوم قبل ما نوصلوا للحلقة وقبل ما نختموا الحلقة متاعنا اليوم حبيت نذكر للأسبوع اللي تعدى كان أسبوع صعيب شوية على عائلة قناة التاسعة اللي فقدت واحد من أولادها واحد من زملائنا واحد من أصدقائنا ان شاء الله ربي يرحمه واللي خدم معنا برشا واللي أعطاه برشا لقناة التاسعة وكان واحد من العباد اللي خلات التاسعة توصل للمكانة اللي موجودة فيها اليوم دونك نهار الثلاثة اللي فات فقدنا المخرج الشاب مهدي حمدي مهدي اللي ربي يرحمه غادرنا من أحسن ما جابت التاسعة من أولاد عائلة التاسعة خلى هنا معنا ذكريات خلى ضحكته خلى تفدليكو مهدي الناس الكل اللي كانت تحبه وتحترمه وذاك علاش اليوم عائلة التاسعة كل حبة لوماج هذا يكون لوماج لمحالة هو صغير شوية ما يقعد ديما في قلوبنا مهدي ما ننساوش بكل تقول عائلته رانا عمرنا ما ننساو صديقنا أخونا وصاحبنا مهدي إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله ربي من دنيته الجنة إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله ربي يقعد ديما في القلب دونك هكا نكون وصلنا تقريبا لاخر حلقه اليوم سي مختار يعطيك الصحه بارك الله فيك بارك الله فيك جيت بعدنا ان شاء الله في الكوب دي مون تتكرر جايات اخرين خويا بعدنا مره اخرى يعطيكم الصحه كل الببليك يعطي الصحه اصدقائنا موجودين لهنا اليوم حابين نكملوا مع الصوت التونسي اللي هو مجيد علولو اللي باش نستقبلوه بعدنا مجيد تونسي باش يغني لنا اغنيه بلاي باي نقول لكم نتقابلوا ان شاء الله غدوه ليلتكم زينه الناس الكل باي باي تشاو علاش ما تكونيش ضمن السادة علاش 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 فارس والسوق في أجواله إذا طاح الليل ونادى وتلموا العشاق كالعادة إذا طاح الليل ونادى وتلموا العشاق كالعادة علاش ما تكونيش ضمن السادة علاش ما تكونيش ضمن السادة علاش 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 علاش
الباب واستنى شوية شوية عالمهم ناس الصوفية عالمهم ناس الصوفية واسع ما تحدوش احدانا لا دا إلى علاش ما تكونش ضمن السادك علاش ما تكونش ضمن السادك وبخورة وبنادر واصبح منشورة ما تقولوا ساجق وبخورة وبنادر واصبح منشورة هذه ما هي إلا صورة هذه ما هي إلا صورة أما وراها أسرار يا إلى عاد علاش ما تكونش ضمن السادة شكراً